يعني هم وهم طبعا لو قدامهم اختيار ما بين الإبادة الكاملة أو النزوح إلى سينا هيختاروا النزوح إلى سينا، لأن هو طبعا لأنه ضمنيا هم الخطاب الآن في إسرائيل الخطاب الرسمي. في فرق إن أنا خيارك بين حاجتين وأنا عارف إن أنت لازم هتختاري الحاجة التانية. هناك دفع، هناك دفع غير رسمي تجاه الجمهور في غزة بأنه هو ينزح إلى مصر، لأن ما فيش مكان تاني يعني قطاع. أيوة، ما هو قدامه اختيارين، يا تموت يا تروح سينا. بالضبط. طب قولي لي يا سارة، يعني الصحف الإسرائيلية والتلفزيون الإسرائيلي بيقولوا إيه؟ النداءات بتكون كالتالي زي ما هو معتاد في الهجمات، ان بتطلع الخطابات اللي هي من الجيش الاسرائيلي بتتكلم كل حي او بتتكلم كل سكان عقار، بتقول لهم ان انتوا قدامكم ربع ساعه قدامكم ثلث ساعه واخلوا المكان. كان في البدايه او في خلال اليومين اللي فاتوا بيقولوا لهم مثلا اخلوا المبنى ده وروحوا خان يونس، اخلوا المبنى ده وروحوا وسط غزه. دلوقتي بقى في دعوات غير رسميه، خلينا اقول انها غير رسميه، يعني مش بتبقى صادره عن الجيش الاسرائيلي، بتبقى صادره عن كتاب، عن محللين، عن صحفيين، بان هم بيقولوا لهم بيدفعوهم ناحيه ان انتم مش هتعرفوا تروحوا في ولا مكان، ما قدامكوش الا مصر. طبعا الوضع سامعين يا جماعه، سامعين، اسرائيل بتعمله لمنع الحرج مع مصر. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان الجيش الاسرائيلي عمره ما هيطلع يقول للمواطنين في غزه روحوا مصر، لان ده هيسبب ازمه مع مصر، لكن بيتم دفعهم بشكل غير مباشر في الكواليس وفي الغرف المغلقة في سلة أبيب. السيناريو بتاع نزوح المواطنين من غزة إلى مصر هو وارد وقائم، ولكن هناك، أنا خلال متابعتي خلال الفترة الأخيرة كان في ما يعرف ليه علاقة بصفقة القرن اللي كان طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كان فيها جزء من الموضوع ده، إن الحل بتاع غزة مش جوه غزة، الحل بتاع غزة هو استبدال، عملية استبدال الأراضي اللي هتتم في خلال الصفقة، ان انت المفروض اسرائيل هتدي اراضي للفلسطينيين والفلسطينيين يعني ياخدوا اراضي في مصر على السلام. يعني انا دلوقتي جيت بالي حاجه، الاراضي بقت مصر. سارة اتفضلي. هم بيستدعوا صفقه القرن يا ساره تفتكري بشكل غير مباشر؟ خليني اقول ان خلال السنين اللي فاتت كلها صفقه القرن سياسيا ماتت، يعني ما حدش بيتكلم عنها، ولكن فعليا عشان مصر رفضها من اول لحظه. احنا رفضناها طبعا، لان احنا كسياسه المصريه بشكل واضح ان سينا للمصريين، واي حلول للفلسطينيين لازم تكون من خلال الاراضي الفلسطينيه وليس من خلال الاراضي المصريه. اسرائيل عايزه تعمل تبادل، او اسرائيل الخطه، خلينا اقول مش اسرائيل الرسميه او الاقتراحات في اسرائيل، بتقول ان انت بدل ما انا اديهم ارض، بدل ما ادي غزه ارض، طب ما انا اجيب ارض من بره، بمعنى ان احنا المكان ما بقاش مكفينا احنا الاثنين، فانا اشوف لك مكان ثاني بره. هي دي كانت الفكره كده ببساطه يعني. طب قولي لي يا ساره، ايه الكلام اللي بيتقال او في اي كلام بيتقال عن الاسرى الاسرائيليين؟ طبعا بتقول ايه الصحف بيقولوا ايه التلفزيون؟ الاسرى الاسرائيليين هي الازمه الكبيره بالنسبه لاسرائيل، يعني خليني بعد الهجوم وبعد المفاجاه وبعد اقتحام الحدود، الازمه دلوقتي عند اسرائيل هي الاسرى. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو دلوقتي محتجز حوالي 100 رهينه في حماس، وفي 30 تانيين موجودين عند الجهاد الاسلامي. اسرائيل مقيده خطواتها تجاه غزه، يعني بعد كل طبعا القصف والغارات هي لا تزال مقيده، لان هي خايفه على الرهائن بتوعها وشايفه ان هي خصوصا على فكره يا ساره انه في الاسرى اللي موجودين قيادات عسكريه، على فكره في قيادات عسكريه وفي مجندين وفي مدنيين وفي اطفال وفي سيدات وفي مسنين، في كل يعني هم الاسرى من كل الاطياف. طب هل في اي يعني راي انه ممكن هم يضحوا بهؤلاء الاسرى؟ لا، هو بصي طبعا الاتجاه ده مش موجود في اسرائيل، لان اسرائيل بالنسبه لها حياه الاسرائيلي الواحد مهمه جدا يعني، ولكن كان في تصريحات، بس تصريحات مش من ناس ذات ثقل، يعني كانوا بيقولوا ان انت ده احنا لازم بس اللي بيحصل دلوقتي اباده غزه عكس الكلام اللي انت بتقوله لي ده خالص. لا، هو لا تزال، انا شايفه وحاسه ان هم يعني مضحيين بالاسرى. لا لا لا، حضرتك انا هشرح لحضرتك. قولي لي يا ساره، قولي. هو لو عايز ينهي ملف الاسرى ويضحي بيهم، كان هيكون الضربات الاسرائيليه حتى الان تجاه غزه اكثر قسوه، وبتقتل مدنيين وبدون سابق انذار. لحد النهارده هو بينزل كان المباني بان هم يخلوا المباني قبل ضربها. ايه الغرض من كده؟ الغرض من كده ان هو عايز يهد المبنى اللي هو بيعتقد ان هي موجود فيه مخبأ اسلحه او اي حاجه، في نفس الوقت ما يزودش عدد القتلى الموجودين من الفلسطينيين. يعني هو عايز يدمر البنيه التحتيه ولكن لا يسبب المزيد من القتلى. بس يا ساره كان في تهديد من حماس بقتل الاسرى كمان.
ما هو ده لما هو لما ضرب بيوت بدون سابق انذار. خرج المتحدث باسم كتابة قسام قال له لو انت هتضرب بيوت من غير سابق انذار يعني بس استهداف مباشر للمدنيين انا هقفل مع كل بيت هتضربه رهينه بصوت الصوره. فهم تراجعوا فابتدوا دلوقتي يرجعوا تاني لسياسه الانذار، هم بينذروا الناس هتخلي المبنى فيضرب المبنى لان هو مش عايز. هو لحد دلوقتي القتلى في اسرائيل اكتر من القتلى في غزه، يعني هو كل انتقامه او رد فعله ان هو يهد مباني بدون يعني نفوس بشريه جوه. هو دلوقتي مش عايز يتورط اكتر مع ان هو ولا هو بيقصد ان هو يقضي على حماس. يقضي على حماس، يقضي على البيت. طب هو شعرفه انه اللي بيطلع ده مواطن وفلسطيني ولا من حماس؟ يعرف منين؟ لا لا هما بيبقوا عارفين، هما راسين. ولا قصده على البنية التحتية؟ البنية التحتية هو بيضرب مواقع عسكرية في المقام الأول، في المقام الثاني بيضرب المباني اللي هو بيبقى عارف ان هي موجود فيها أسلحة وموجود فيها ذخيرة وممكن يكون موجود فيها عناصر من حماس برضه. هو النهاردة استهدف اثنين صيادين من المكتب السياسي لحركة حماس، ودي نوع من أنواع ان هو ايه، انا بعمل حاجة أكبر من ان انا بضرب بيوت، يعني في رسالة ان انا بستهدف الصيادات. وانا كنت متوقعة انه هو ممكن لو الامور يعني ما تمش السيطره عليها ان هو ممكن يغتال احد من القيادات الكبيره لقيادات حماس، ولكن خوفه من ايذاء الاسرى او خوفه على الاسرى والرهائن الاسرائيليه بيخلى في قيود على الخطوات الاسرائيليه. شوفوا يا جماعه اللي في الفيديو ده، دول الابرياء اللي انا قصدي عليهم. ايه ذنبهم الابرياء دول؟ ايه ذنبهم ان هم اللي يدفعوا الثمن؟ ايه ذنبهم؟ قولي لي يا ساره، عايزة أسألك أنه كان في حاجة غريبة جدا أنا شفتها، أنه الفيديو بتاع الأسرة وهم واخدينهم كان في يعني ناس ومنهم واحدة يعني الفيديو بتاعها منتشر جدا أن هي مبسوطة وسعيدة وبتصور نفسها سيلفي وهي مشدودة أسيرة. إيه ده معناه؟ لا هي تحليلك ايه؟ الفيديو دوت تحديدا في فيديوهين تانيين طلعوا لقطف فتيات، واحد فيهم اللي كانت موجوده على العربيه وكانت مقتوله دي، ده ظهرت ان هي المانيه مش اسرائيليه اصلا، كانت موجوده بتحضر حفله في اللي هي حفله الطبيعه اللي تم الهجوم عليها. البنت الثانيه هي اسرائيليه، البنت اللي بتضحك دي في اسرائيل قالوا ان ده يعني ده مش فيديو صحيح، يعني ده فيديو متاخد من حاجه تانية مش ده الحدث، يعني الفيديو ده ما تمش كويس انك بتوضحي، لانه يعني نوضح للناس ان مش كل اللي بنشوفه في السوشيال ميديا بيبقى حقيقه. يعني لا الفيديو ده ما تمش تاكيد صحته، لكن في فيديوهات تانية تم التعرف على هويه البنات اللي موجوده فيه، لكن الفيديو ده لا لسه ما تمش تاكيد صحته. ساره، هل يعني عندك فكره او تحليل انه الوضع ده ممكن ينتهي، او لو انتهى ينتهي امتى، وممكن يحصل مفاوضات؟ هو في لحظه معينه طبعا عايزه تطلعي مصارين اسرائيل جوه دلوقتي، ما يدور في اسرائيل. هقول لحضرتك قبل الجلوس لطاوله المفاوضات، اسرائيل بالنسبه لها دلوقتي هي محتاجه الانتقام، انتقام على الهجمه اللي تمت، على خطف الرهائن، محتاجه صوره نصر. صوره النصر دي هي بتحاول تحققها دلوقتي بضرب غزه. لا معلش، في حاجة عايزة أفصل ما بينها، هم عايزين انتقام ولا عاوزين الأسرة؟ لا هم عايزين الاثنين، ما هو جزء من الانتقام هو استرداد الأسرة. طب ما هو لما هينتقم مش هياخد الأسرة، ما هو علشان كده بينتقم وحماس هتنفذ تهديدها. لا علشان كده هو بينتقم بشكل لحد دلوقتي بشكل تدريجي وبشكل محدود، هو ده اللي بايده في الانتقام، بس هو ما يقدرش يوقف الحرب بسرعه. يعني انا في المرات اللي في الحروب اللي فاتت في المواجهات اللي فاتت كانت كل توقعات ان الحرب هتستمر عده ايام، النهارده انا ما اقدرش اقول لك انها تستمر عده ايام، احنا بنتكلم في على الاقل في 30 يوم من المواجهات لحين بدء المفاوضات. اعتقد ان بدء المفاوضات هتتم لما الجانبين يقرروا ان هم احنا سنوقف هذه الجوله، سنعود لطاوله المفاوضات، لان الهدف الرئيسي من حماس من خلال الجوله دي، وده كان من 3 شهور كان واضح جدا، لان حماس من 3 شهور كانت عندها خطه شبه واضحه بان هو بيستهدف خطف اسرائيليين. والحقيقه ان اسرائيل كانت بتستعد لهذا السيناريو بتاع الهجوم على المستوطنات وخطف اسرائيليين، ولكن كانت بتستعد له في الجبهه الشماليه. ولكن ايوه اصل الناس مستغربه بتقول ايه، يعني اسرائيل عايشه طول عمرها انها يعني في استخبارات تعرف النمله عدت امتى، ازاي حدث زي ده يحصل
وانه اسرائيل ما تكونش عارفه. احنا قدام فشل استخباراتي وعملياتي بالنسبه لاسرائيل كبير جدا، لان كل الوحدات اللي في الجيش الاستخبارات العسكريه والشباك كان المفروض يكون عندها علم، وده السؤال الكبير في اسرائيل دلوقتي، ازاي في علامه استفهام صح؟ بالاعداد الكبيره دي وما يتمش رصدها، لان هم هناك في غزه، غزه قطاع صغير، تقريبا كل المكالمات، كل الرسائل، كل الاجتماعات بتبقى مرصوده، ازاي تم حجز العدد ده؟ طب الشعب الفلسطيني بيقول ايه على اللي حصل ده؟ يعني بيقول ايه لحكومته؟ بيقول ايه لاستخباراته؟ بيقولوا لهم انه ما قالوا لهمش انتم مش عارفين تحمونا؟ الشعب الفلسطيني، او خلينا نتكلم على شعب غزه تحديدا، الاسرائيلي، معلش الاسرائيلي، الشعب الاسرائيلي طبعا دلوقتي في اتهامات كبيره جدا متوجهه للقياده الاسرائيليه بان انت بان انت ما حميتناش، بان احنا عندهم شعور بانعدام الامن، بمعنى ان انا ممكن اكون انا اي اسرائيلي موجود في اي مكان هو دلوقتي معرض للهجوم، هو طول الوقت الاحساس ده موجود، ولكن كانت عمليات، يعني عمليه فرديه، يعني حد يبقى معاه سلاح فيضرب ناس، يبقى في عمليه دهس، حاجات بسيطه صغيره يعني، لكن اول مره يكون في هجوم يتسبب في 1100 قتيل، دي من ساعه الهولوكوست ما حصلتش. بالنسبه للاسرائيليين، الاسرائيليين دلوقتي عندهم ازمه بعد انعدام الامان، عندهم ازمه في الاسرى، عندهم ازمه كبيره مع القياده بتاعتها، القياده نفسها عندها مشكله، يعني القياده السياسيه عندها مشكله مع القياده الامنيه، لان هم لما جم فسروا اللي حصل لقوا ان هو في المقام الاول هو مش فشل سياسي، هو فشل استخباراتي. ازاي ده كل ده حصل، وازاي التكتيك ده حصل واحنا ما خدناش بالنا؟ المشكله ان هم كانوا بيستعدوا في الشمال، يعني هم استعدوا للسيناريو ده، وكان في مناورات ومناورات كبيره جدا، لان ده السيناريو ده هيحصل، بس كانوا بيستعدوا له في الشمال. سارة انا بشكرك جدا على كل المعلومات اللي حصلنا عليها منك، وكان الله في عون اهل غزة.